صباح الخير. يوم سعيد يوم جديد. تقدم من روحك؟ اسمي علي. شنو تعمل عايفة؟ نسكن في المنطقة هذه قريبة يمكن 200 متر. تفضل. شو معناها صبابتي؟ تصنع في صباب تتسيرج؟ احكي لي احكي لي على الصنعة نتاعك. اي الصنعة نصنع صبابتي يعني في برنامج صباب صناعة، صناعة ليس تجارة. واليوم صناعة صبابت في تونس ما زلت تلقى ما المردود نتاعها؟ فما سوابع، فما أصحاب خبرة، فما معامل برانين يخدموا في تونس، ووليدين كلها توانسة. رانا عندنا في أي برنامج عندنا مصلي على النبي خيرات ربي. غير نحن مش مستغلين. ما أنا باش تدخلني في مشكلة من السياسة. ما يا ودي فما يدين الفوق ما تخليناش الآخرين ياكلوا خبز. هما يجيبوا ويستوردوا في كل شيء. واحنا قادرين باش نصنعوا، نطلعوا شباب يصنع، نقري كرايه وصنعه يلزم. الكرايه واحده شنو نعمل بيها انا بعد شدي بيرو يعضعض لي في ستيلو ولا يخدم لي كيكه كيما كيكه كونكتي في البورتاب شنو نعمل بيها انا؟ انا اعطيني يسرع يلزم توا برنامج جديد في تونس هذا هو الصحيح وفماش اصح منه يمشيوا معاه، يلزموا يقرا ويصنع. اليوم المشكلة اليوم احنا في تونس ما معروفين من السبعينات مصنعين للأحذية على المستوى حتى العالمي. نوردوا في النسيج أصلا، كنا قبل في النسيج نوردوا فيه لبرا، تحل سوريا تقام مدى أندونيسيا. توا ما عادش علاش؟ علاش؟ علاش ما عادش؟ على خاطر الناس معينة ولا وحدهم يغوروا وياكلوا. بنحاول حاجات أساسية ولا نجيبوا علاش تجيب لي في حوايج من برا وأنا نص؟ يا ودي الحاجة اللي تصنعها تونس ما عادش تجيبوها من برا، هذه خذوها نصيحة. باش الناس تخدم، باش الاقتصاد والامور الاجتماعيه تتحسن والاقتصاد يتحسن يلزم حاجه نصنعوها ما عادش يجيبوها. باهي سامحني كنكمل، راهو الاخير في دوله وفي شعب قادر باش ينتج الماكله نتاعه ويجيب الماكله من برا، قادر باش يصنع لبس ويجيب اللبسه من برا، ماهوش ماهوش عباد او ماهوش مقبوله، باش ما نقولش كلام اخر ماهيش مقبوله بالعقل. شنو نصنع حاجه قادر باش نصنعها ونشريها من برا عمله صعبه تخرج من تونس، ساعتين ندخلوا عمله صعبه نحن. كيف غرزوا عمله صعبه؟ احنا ما كما قلت لك احنا نصنعوا الاحذيه وعندهم مواصفات عالميه، لليوم سامحني لليوم نصنعوا الاحذيه ونصدروا فيها حتى لايطاليا وكغيره. اي في بالي اتفاقيات وكذا، لكن علاش تراجعوا؟ علاش تراجعين؟ اي فسر لي علاش شنو المشكله؟ نعم البيض ما يعطيه زوز فرنك ساعه بيض عامله رخيصه، وليزي ما عندوش اداءات ما يدفعهاش، وبزيد يقتل الاقتصاد نتاعي، انا يلزمني نصنع. يلزمك جماعة المدابغ هذوكم يحسنوا الجلد نتاعهم، وكل الآخرين والدولة لازم تحسن تجيبوا الماكينات، وتجيب تطلع جيل يصنع القطايع نتاع الماكينات. كي يقول لك المواصفات نتاع الصباط التونسي مش في المستوى العالمي. خاطر نحن اللي عنده واحد مدبغة يصور في 100 مليون في الشهر يز، مش قادر يحب يحسن يزيه. ولا هو مخه محدود. واللي يصنعوا في يلزموا يصنعوا بياسات تاع ماكينات هم باش غالبين بالماده الاوليه تاع الجلد والماكينات، وجيب المواطن التونسي هو يخدم ويضرب في 9 سوايع و10 سوايع ويعطي في الزوفرانك بلاش عباره. هكا حاجه اخرى باش نشي خير تو باش تعمل باش يلزم الشعب يلزم يفيقوا به، هذوما لهنا اللي شادين البلاد تو يفيقوا به. اكثر شعب التونسي سالير نتاعو قداش؟ الاغلبيه الشعب التونسي قداش؟ قداه؟ فما الاخر في 550 الف، تحبوا يمشي الاقتصاد؟ هو مش قادر ياكل بها في كرشو، مش قادر ياكل بها في كرشو، مش قادر. هو 550 و600 و700 مزيد تاكل خبز، يحطها فطور قسمها انت 20 الف الصباح ونص النهار، كان باش يشري لبسه وباش يغو وباش يكري ولاد يولدوا باش يطلع مجرم، خاطر ما ياكلوش بالكدا وما لبسوش، يقعدوا الحي يحشي في واحد السكينه ياكلوا فلوس، الطفله تهبط على شكل الشارع. علاش خاطر بوهم يخدم ومش قادر يخدم ما يحكيوش على البطاله يحكي مش قادر. انت تصنع اليوم في صبابت فما مردود فيه اليوم؟ يا ودي ما قلت لك قتلوه. احكي لي بالضبط. بكود تربي نكذب عليك نكذب عليك عايشين بكود تربي. راهو هكا الكل في برشا برنامجات نحكي لك على صبابت برك نبدا اناني كان نحكي على حاجه برك برشا برنامجات مشيت وفقت قداش دثر تصنع مصابات انت في النهار؟ برا انا والسوق السوق ادخل السوق تو انت نحكوا كصناعه يا دي كصناعه انت وجيك شويه اي متر رمضان شويه سيزون بعد هي تولي تلقى فيها تلقيت ما عندكش بروجي باش يخدم لك السوق انت ما بدي ربا فيك صابات ب 3000 فرنك و 5000 فما صابات ب 100 و 150 وسبادري في ربا فيك هذاك بريما كاتيغوري وجيب حاسين يلزم هذه ربا فيك ينسوه وصبات من تركيا ومن غيرها ينسيوها. إذا كان يحبوا الاقتصاد يمشي واللبسة وحوايج زاد نفس كان ينسيها، قلت لك حاجة أنت تصنعها قادر باش تصنعها ما عاد تجيبها.
كادر بس توكل شعبك من يديك من تراب تونس، ما عاد تجيب لي ماكله من برا في اي ماكله زاده، مش حكايه وقمح وشعير اي حاجه كادر بس نحن ما عاد تجيب باش تنتجها، ما عادش تجيب. تشوفوا الاقتصاد والتجاره والبرنامج والصناعه تدور، وخدموا مخكم على الجيل الجايه باش يصنع كاري، يصنع مش كاري في بيرو نعمل بيه ديما نعاودها الحكايه دي. هذا الاساس، ثلاثه حاجات هذو مريتهم هاو الحمد لله يا ربي، باش من مانيش راني قواد لحد، انا حقايق يتلفوا راس الرجل هذا اللي يخدم في البلاد، يتلفوا راه راهو باهي صحيح، ما يعرف الشمس كله مش يعرف كل شيء، صحيح نظيف وكل شيء لكن مش يعرف كل شيء، فما ناس اقتصاديين ناس صناعيين ناس تجاريين هذوما اللي يمشوا البلاد. جاي نقعد وعاود حياتنا كامله جبنا كان هادي نويره واحد مش نورمال، لا تقول لي برقيبه تقول لي اي رأي، هادي نويره جبناها واحد هكا عاوي يزي وفيه لازمنا نفيقوا شويه باش نجمو نخدموا، شباب يتحرك شويه، شباب واحد وكاكا تولد باش وحده يطلع، ما فما ناس تخدمه باش هو يولي ينتج. يضرب لي في شهريه من عسكاديس وزير 30 مليون من عسكاديس والبلاد واقفه، خليها سيدي با خليها البيرو وخليها هذاك الفلوس في الخزينه تاع الدوله وبنروح، ما هي هكاك هكاك ما فماش تحسن، خليهم قداش وزير قداش من 30 مليون فيكوا شويه. قريتكم فين مشيت قبل ابو الموالات توا ما توا ذراعك عليه وفيه باهي. شنو نقول لك حاج، اليوم الشباب يتشكى يقول لك انا قريت وما لقيتش ريزلتا، شنو ذنبي؟ اي شنو يقول لك شنو ذنبي انا؟ تحب الصنايعي ما سيستم دوله زاد. هاتوا نحكي فيه، نحكي وتو لوجيك ما نحبوش هيك. انا هاني كنت نحكي الناس يلزمها تتحرك ويلزمها تخدم تاخذ 30 و40 مليون، والفوقانين يلزمهم ينحاوا هذه الغوره والمليارات تكفيهم بشويه باش غيرهم ياكل معاه، فهمت؟ ويزمو على جيناسيون يزمو يضحي زاد هو هكاك يحبها بلاش، ما ضحاوش جوا كبراتنا نحن بياتنا وضد الاستعمار وكانوا متعمشين. جيت انت تو متعلم مع الجهل ما عادش موشم، انت قبل كانوا من الجهل موشمين، تو انت ما عادش توشم تو زاد بالجهل اللا ارادي. تو انت قريت شويه اصبر شويه، ما عندك كاري على تعمل بيه كاري، اخدم اصنع. يلزم دوله صناعيه باش تولي عالم نوليو عباد، لازم دوله صناعيه لازم تصنع بياسة تاع موتور تجيب عاش قداش، تاع كهرباء عاش قداش، نحكيش تاع الطياره تاع باتو قادرين باش نصنعوهم. جيل يقرا ويصنع، قرايه واحده وشاد لي بيرو وبعد كل شعب 17 هاي هاني يعطي لك خدمه بالك تسمح على البلاد. اصنع صنعه صنع سبات كوزينه سروال بياسه اي حاجه اصنع باش تنجم نصنع من برا، نجيبوا برا بالفلوس اللي كنا نوصلوا هذيك نهزوا فيها لبرا باش نجيبوا قطايع. هاك تولي ليك انت يا شباب،